يا ابونا أنا أرملة من 13 سنة ربنا معاك يا بنتي ويحافظ عليك جوزي ساب تلت أطفال أكبرهم كان في تالتة ابتدائي ياه التجربة قاسية خالص وحضانة وسنة ونص أولاد مامته وباباه تعبوني جدا أخدوا فلوس الدفتر بتاعه لأنه ورث يا ساتر وكمان أخدت من المعاش اخذوا من معاش مع انها مش اخذت من المعاش مامته مع انها مش محتاجه ومعاها ولدين في الخارج باعوا ارض وبيوت وكل ما اطلب حاجه للعيال او ورث ابوهم من اللي بيبيعوه يقولوا ملهوش حاجه معانا لان هو مات قبل ابوه فمالوش ورث يا ساتر ابن الكبير خلص كليه ومفيش اي حاجه معانا لا شقه يتجوز فيها ولا بيت لان الفلوس اللي طلعت ليا وذهبي اشتريت بيه نص قرات ليهم على اساس نسكن فيه ويكون بيت ليهم لما يكبروا وحصلت مشاكل كتير بسبب الخطوه دي. المهم بعد ما كان المكان مش عاجبهم واتهمني اني اشتريت الارض علشان انا اتجوز فيها وبهدله كلام مح محدش صدقه كان عايز يطردني من البيت انا والعيال. هم اشتروا في نفس المكان وتكتب للاولاد اللي عايشين وجوزي المتوفي التو... لا انا كرهتهم جدا ومش طايقه حد فيهم من اسوتهم على العيال او ما في ح... في عيد جابوا تيشيرت العيل فيهم غير كده بيتخانق معايا علشان اشيل المعاش ليهم طيب نصرف منين مش راضي انه يدي العيال اي حاجه وابنه الصغير معاه اربع بيوت من فلوس ابوه وكا... وكل ما طلب حق ابوهم يقول لي ملوش حاجه معنا للأسف بكرههم كلهم كان نفسي راعي اولاد ابنه من بنت ارمله عمرها 25 سنه وغير كده 13 سنه بعد وفاه ابنه بهدله في عيال ابنه يا ساتر يا ساتر على اسوه الناس يعني ابنهم خد معاه حاجه ما هو مات وساب كل حاجه وهو ابوه ده هياخد حاجه ولا هو مات هيبقى هيقول له ربنا ايه واللي فاضلين في الارض يعني هياخدوا ايه معاهم ما اللي سابوا لهم الحاجات دي حاجات غريبه جدا ما حدش بيتعظ ما فيش ما حدش بيخاف ربنا على كل حال بصي يا بنتي ملعوم من يتكل على زراعه بشر ملعوم من يتكل على زراعه بشر ما على حد ولا تصغري الناس ولا من اي حد هم واكلينهم يتحملوا اللي هيحصل لهم دي فلوس حرام اللي بياخدوها دي فلوس اخوهم دي فلوس حرام اللي بيقبلوها والحرام بياخد الحلال ويمشي يا ريت بيسمعوني الحرام بياخد الحلال ويمشي وربنا بيقول لي ان نقمه ان اجازي يقول الرب ربنا بيسكتش على الظلم بيجي في الوقت لو الانسان ما تفش بيبدي ايده بيتم ايده قويه جدا و و وصعب ان الواحد يتحمل انتقام ربنا صعب جدا فما تشيليش هم انت تكل على ربنا واتكلى على ربنا وخلي ولادك يشتغلوا اللي كبر ده يشتغل وانت لو قدرت نزلت تشتغل اشتغلي واتحملوا شويه وربنا هيوسع عليكوا جدا 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 وهما ربنا هيبقى تصرفهم معاهم صعب للغايه جدا جدا لانه وعد وقال لي النقمه انا اجازي يقول الرب يعني كلام محقق معاك وما تكرههمش يا بنتي صلي من اجلهم ربنا يهديهم وينور عقلهم عشان يعملوا الصح ويصلحوا اخطائهم